حتى إن المؤمن يتلو الآية ثم الآية ثم الآية، وربما قرأها قبل دهر فبكى، ثم يتعاود عليه القراءة فيبكي، ثم بعد حين تعاود عليه القراءة فيبكي. وهذا لا يمكن أن يتأتى في خبر سمعه أو قصة قرأها، قد يبكي من أول مرة إذا كان فيها شيء أثار عواطفه، لكن محال أن يبكي مرة بعد مرة بعد مرة إذا تكررت عليه. لكن كم في آيات القرآن من آيات الوعد أو من آيات الوعيد ما يقرأها المؤمن ثم لا يزال قلبه خاشعا متعلقا بالله إذا قرأها، وهذه منزلة عالية يؤتيها الله عز وجل من يشاء من عباده.